اهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدا فيلمنا بكيتي اللي بتكون ماشيه في الشارع وبتلاقي كلب صغير، فبتقرر انها تاخده معاها وبتروح بيه البيت وبتهتم بيه جدا وبتربيه عندها. وكمان بنعرف انها بتسميه ماكس. بيكبر ماكس وبتسيبه كيتي لوحده وبتروح لشغلها، وبنكتشف هنا ان العماره فيها حيوانات اليفه تانيه كتير، واللي بمجرد ما بيسيب اصحاب البيوت بيتهم ويروحوا لشغلهم بيبداوا هم يعملوا كل اللي في نفسهم فيه، وبعدها بيروحوا لماكس وبيفضلوا يلعبوا مع بعض. وبعد فتره بتيجي كيتي للبيت وبيكون معاها كلب جديد، وبتتكلم مع ماكس وبتعرفه ان الكلب الجديد هيعيش معاهم وانه لازم يتعامل معاه كويس. بنشوف ماكس بقى وهو متضايق لان في حيوان تاني هياخد الاهتمام بتاع كيتي منه، وبيبدا فعلا ان هو يضايق فيه، ولكن لان دوك اقوى منه بكتير فبيقدر ان هو ياخد منه السرير بتاعه وكمان المفرش اللي بينام عليه على الارض. وفي تاني يوم بيتكلم ماكس مع القطه اللي في الشقه اللي جنبه وبيحكي لها عن اللي بيعمله دوك، وهنا بتقول له انه لازم يحسسه ان هو اقوى منه علشان يخاف منه ويوقف يتعامل معاه كده. بتسيب كيتي البيت علشان تروح الشغل، وبيبدا دوك فعلا ان هو يضايق ماكس، ولكنه فجاه بيلاقي الهامستر خارج من فتحه التهويه فبيجري عليه، ولكنه بيكسر الفازه. وهنا بيفكر ماكس في فكره، بيقول ماكس لدوك انه لو ضايقه تاني هيكسر في الحاجه اللي في البيت، وساعتها كيتي هتفتكر ان دوك هو اللي عمل كده، وده لان ماكس عمره ما كسر اي حاجه في البيت. وفعلا بيقدر ان هو يهدد دوك اللي بيكون خايف ان كيتي تمشيه، فبيوقف ان هو يضايق ماكس مره تانيه، وكمان بيسمع كلامه في كل حاجه. بيخرجوا مع بعض وبيكون ماكس بيتحكم في دوك وبيأمره ان هو يجيب له عصاية علشان يلعبوا بيها، وبيروح دوك فعلا يدور على عصاية، ولكن بتجيله فكرة علشان يتخلص من ماكس، وفعلا بينادي عليه وبيقول له انه لقى عصيان كتير ومش عارف ان هو يختار اي واحدة فيهم. بيجيله ماكس زي ما طلب منه دوك، ولكن دوك بيربطه في حبل وبيجري وبيعدي بيه الطريق، وكمان بيدخل بيه في مكان جانبي علشان يسيبه هناك. فجأة بيهجم عليهم مجموعة من قطط الشوارع وبيقدروا ان هم ياخدوا منهم الاطواق بتاعتهم، وبيخاف دوك وبيهرب لوحده، ولكنه بيرجع بسرعة لماكس وبيقول له ان هو يهرب لان في اتنين من شرطة مكافحة الحيوانات الضالة، ولان ما بيكونش معاهم اطواق فبيفتكروهم من كلاب الشارع وبيقبضوا عليهم. بيقول دوك لماكس ان المنظمة هتوديهم لملجأ الحيوانات، وبيكون دوك متضايق لان كيتي لسه مخرجاه من الملجأ، وبكده مش هيقدر ان هو يخرج منه مرة تانية. بترجع بعد كده كل الحيوانات اللي كانت بتتمشى معاهم للبيت، وبنشوف ان محدش منهم لاحظ ان ماكس مرجعش غير جادجت اللي بتقرر انها تروح تدور عليه وترجعه. بنرجع لعربية الشرطة واللي بتلاقي في الطريق ارنب صغير، وبينزل راجل الشرطة علشان ياخده، ولكن الارنب بيهجم عليه وبيظهر فجأة سحلية وخنزير وبيهاجموا السواق وبيخرجوه من العربية، وبيقدروا ان هم يخطفوا العربية ويهربوا بيه. بيعمل الارنب مفتاح من الجزرة اللي كانت معاه وبيقدر ان هو يفتح القفص وبيهرب الكلاب اصحابه. بتكون بعد كده السحلية ما بتعرفش انها تسوق، فبتتقلب بالعربية بيهم كلهم، وبيكون الارنب وشلته هيمشوا، ولكن ماكس ودوك بيطلبوا منهم ان هم يساعدوهم يخرجوا من القفص، وفي البداية بيرفضوا، ولكن بيقنعوهم ان هم حيوانات شوارع زيهم، فبيقرروا ان هم يساعدوهم، ولكن بشرط ان هم ينضموا ليهم. وفعلا بينقذوهم في اخر لحظة قبل ما تنفجر العربية، وبيروحوا معاهم لمواسير المجاري اللي هم عايشين فيها. بنرجع بعد كده بقى الجادجت اللي خرجت تدور على ماكس، ولكنها بتلاقي ان المدينة طبعا واسعة جدا، فبتقرر انها تستعين بالصقر اللي بيكون صاحبه مغمي عينيه، وبيطلب من جادجت انها تشيل الغطاء اللي على عينيه علشان يقدر ان هو يساعدها، ولكنه بيهجم عليها فجأة وكان هيخلص عليها لولا انها هربت من قدامه في اخر لحظة وكان مربوط من رجليه، وبيعتذر لها ان هو اضطر يعمل كده لانه ما كلش بقاله يومين، وبيوعدها ان هو مش هيهاجمها تاني لو فكت السلسلة اللي في رجله، وفعلا بتفكه وبيبدأ ان هو يدور معاها على ماكس. بيقدر الصقر بعد كده ان هو يوصل للقطة اللي اخدت الطوق بتاع ماكس، وبترفض في البداية انها تقول على مكان ماكس، ولكن جادجت بتفضل تضربها لحد ما بتقول لها ان ماكس ودوك في مواسير المجاري مع حيوانات الشوارع. بنروح بعد كده لماكس ودوك اللي بيكونوا مع الارنب سنو بوي، وبيكونوا موجودين في المجاري، وبيوصلوا لمكان العصابة، ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا عدد كبير جدا من الحيوانات الاليفة اللي هربت من اصحابها،
ولكن بيقول لهم سنو بوي انه بيجمع اكبر عدد من الحيوانات علشان يقدر ان هو ينتقم لصاحبته البطة من الجنس البشري. وبيكمل الارنب كلامه وبيقول لماكس ودوك ان هما لازم يثبتوا له ولائهم قبل ما ينضموا للعصابة، وده عن طريق ان هو هيأمر الحية انها تعضهم، واللي هيفضل عايش منهم هيبقى منضم للعصابة. وفعلا بتكون الحية على وشك انها تعضهم، ولكن فجأة بتظهر القطط اللي هجموهم وسرقوا اطواقهم، وبيقولوا لسنو بوي ان دول ما يبقوش حيوانات شوارع ولا حاجة. فبيتصدم سنو بوي وبيأمر كل الحيوانات انها تهاجمهم، وفعلا بنشوف الحيوانات وهي بتهاجمهم، ولكن بيمسك دوك ديل الافعى وبيقدر ان هو يضربهم بيها وبيبعد كل الحيوانات عنهم. وبتحاول الحية انها تقتلهم، ولكن بيقع عليها جزء من السقف وبتموت. بيتضايق سنو بوي وبيأمر كل الحيوانات انها تقتلهم، وهنا بنشوف دوك اللي بيشيل ماكس في بقه وبيهرب من المكان، وبيفضلوا يجروا في المواسير لحد ما بيخرجوا من النهر. بيلاقوا بعد كده مركب معدي قريب منهم، فبيحاولوا ان هم يركبوا فيه، ولكن الموج بيكون قوي جدا وما بيقدرش ماكس ان هو يركب المركب، وكان على وشك ان هو يغرق خلاص. ولكن فجأة بيرميله دوك العوامة وبيقدر ان هو ينقذه مرة تانية، وبيتصدموا لما بيسمعوا القبطان وهو بيقول ان المركب هتروح للناحية التانية من البحيرة. فبنروح لجادجت بقى اللي بتكون مع الصقر، وبتجمع كمان باقي الحيوانات وبتحكي لهم اللي حصل لماكس، وبتطلب منهم ان هم يساعدوها علشان يلاقوه، وده لانه يبقى صاحبهم. وفعلا بيروحوا مع بعض للكلب بوبس علشان يعرفهم ازاي يقدروا ان هم يمشوا في مواسير المجاري، وفعلا لما بيعرف اللي حصل بيقرر ان هو يساعدهم وبيروح معاهم، وبيدخلوا للمواسير علشان يدوروا على ماكس. بنرجع لدوك وماكس بعد ما وصلوا للناحية التانية من البحيرة، وطبعا بيكونوا جعانين جدا، وبيقابلوا راجل معاه سندوتش، فبيحاولوا ان هم يستعطفوه، ولكنه بياكل السندوتش كله وبيسيبهم وبيجري. ولكنهم فجأة بيشموا ريحة اكل جاية من بعيد، فبيجروا في اتجاه الريحة وبيلاقوا انه مصنع مواد غذائية ومسليات. وفعلا بيدخلوا من غير ما يشوفوهم الحراس، وبيفضلوا ان هم ياكلوا بكميات كبيرة جدا لحد ما بيخلصوا كل الاكل اللي موجود على خط الانتاج. بيتكلم بعد كده دوك مع ماكس وبيحكي له عن صاحبه العجوز اللي اشتراه من محل الحيوانات الاليفة، وان هو اللي رباه وكان مهتم بيه جدا لحد ما كبر وبقى صحته كويسة. ولكن في يوم ظهرت في الجنينة فراشة شكلها جميل، وانه فضل يجري وراها لحد ما بعد جدا عن البيت، وما قدرش ان هو طبعا يرجع لصاحبه مرة تانية. وبعدها قدرت شرطة الحيوانات انها تقبض عليه ودخلته الملجأ. وهنا ماكس بيقول له انه لازم يبذل كل جهده علشان يرجع لصاحبه اللي رباه، لانه ما استغناش عنه. وفعلا دوك بيقتنع جدا برأي ماكس. بيوصل الكلب بوبس مع جادجت وباقي الحيوانات لمكان العصابة، وبيشوفوا سنو بوي وهو بيعيط لان صديقته الافعى ماتت. بتسمع جادجت سنو بوي وهو بيطلب من الحيوانات ان هم يلاقوا ماكس ودوك ويقتلوهم، فبتقف وبتدافع عن ماكس صاحبها. فبيتعصب سنو بوي وبيطلب منهم ان هم يقتلوا جادجت وكل اللي معاها، وفعلا بيهجموا عليهم، ولكن بتجري جادجت واصحابها وبيقدروا فعلا ان هم يخرجوا من المواسير قبل ما يموت حد منهم، وده بعد ما قفل التمساح الماسورة كلها بجسمه. بتخاف بعد كده باقي الحيوانات من اللي حصل، وبيكونوا عاوزين ان هم يرجعوا للبيت باي طريقة، ولكن جادجت بتفضل انها تشجعهم وبتقول لهم ان لو كان حد منهم هو اللي تايه ما كانش ماكس هيستسلم ابدا، وكان هيفضل يدور عليه لحد ما يلاقيه ويرجعه لبيته. وبنروح بعد كده لماكس ودوك اللي بيفضلوا ان هم يدوروا على بيت صاحب دوك علشان يرجع له، وفعلا بيقدروا ان هم يوصلوا للبيت. وهناك دوك بيلاقي قطة فبيسألها عن صاحب البيت، فبتعيط القطة وبتقول له ان هو مات، ولكن دوك ما بيصدقهاش وبيفضل واقف قدام البيت. بتوصل العيلة اللي عايشة في البيت، وبيتصدم دوك لما بيلاقي ان هم عيلة تانية، وبيفضل يهوهو عليهم علشان يخوفهم ويمشوا، ولكن الراجل بيتصل بشرطة الحيوانات وبيحكي لهم اللي حصل. فطبعا بيخاف ماكس وبيقول له ان هم لازم يمشوا من المكان بسرعة قبل ما توصل شرطة الحيوانات. بيتعصب دوك وبيقول لماكس ان هو السبب في اللي حصل، وان هو اللي طلب منه ان هم يجوا هنا علشان يقدر ان هو يتخلص منه ويعيش مع كيتي بقى لوحده وياخد كل اهتمامها. فطبعا بيتضايق ماكس من كلام دوك وبيقرر ان هو يسيبه ويمشي، وفعلا بيسيبه. ولكن فجأة بتوصل شرطة الحيوانات للمكان وبتقدر انها تقبض على ماكس. بيشوف دوك الموقف طبعا اللي حصل قدامه ده، فبيجري على الضابط وبيهجم عليه وبيقدر ان هو يخلص ماكس منه، ولكنه ما بيقدرش ان هو يهرب هو كمان، وساعتها بتقبض عليه شرطة الحيوانات. بيكون ماكس خايف على دوك وبيفضل ان هو يجري ورا العربية بسرعة علشان يقدر ان هو ينقذ صاحبه. ووقت ما بيكون ماكس بيجري ورا العربية بتشوفه الارنب سنو بوي وكمان السحلية
الأحلية والخنزير واللي بيكونوا متخفيين في شكل أم وأولادها، وبيفضلوا إن هم يجروا ورا ماكس هم كمان، بيفضلوا بعد كده يطردوا بعض، وبيقدر ماكس إن هو يوصل للعربية اللي فيها دوك، ولكن بتقف العربية فجأة فبيصطدم الأرنب واللي معاه في العربية وبيلحقوا ماكس. بيقف بعد كده الضباط بالعربية وبينزلوا، فبيشوفوا السحلية والخنزير وبيقبضوا عليهم، ولكنهم مش بيشوفوا ماكس وسنو بوي. فبيتكلم الأرنب مع ماكس وبيتفقوا إن هم يتحدوا مع بعض علشان كل واحد فيهم يقدر إن هو ينقذ صاحبه، وفعلا بيسرقوا أتوبيس وبيبدأوا إن هم يلحقوا عربية الشرطة. بيسوق سنو بوي الأتوبيس بسرعة، وبنشوفه وهو بيسوق الأتوبيس بظهره لحد ما بيقدر إن هو يوصل لعربية الشرطة، ولكنه بيصطدم بيها اصطدام قوي جدا وكانت على وشك إنها تقع في البحر. بيخرج ماكس من الأتوبيس وهو شايل سنو بوي في بقه لأنه بيكون فاقد الوعي، وبتيجي كل الحيوانات اللي في عصابة سنو بوي وبيفتكروا إن ماكس قتله وكانوا لسه هيهاجموه، ولكن بيوصل أصحاب ماكس في الوقت المناسب وبيهجموا عليهم وبيدور ما بينهم قتال قوي جدا. بيسيبهم بعد كده ماكس وبيجري على عربية الشرطة علشان يقدر إن هو ينقذ صاحبه دوك، وهناك بيلاقي كل الحيوانات قدرت إنها تهرب إلا دوك اللي ما بيقدرش إن هو يكسر القفص اللي هو محبوس فيه. بيحاول بعد كده ماكس إن هو يجيب المفاتيح من الضابط، وفعلا بيقدر إن هو يجيب المفاتيح، ولكن فجأة بتقع العربية في المية وبتقع المفاتيح من ماكس. فبيحاول ماكس ان هو ينقذ دوك قبل ما العربية تغرق بالكامل، ولكنه مش بيعرف، وبتكون العربية على وشك انها تغرق بالكامل، ولكن في اخر لحظة بيوصل سنو بوي بالمفاتيح اللي وقعت من ماكس، وبيقدر ماكس ان هو يفتح القفص لصديقه دوك، وبيقوموا كلهم لحد ما بيخرجوا من المية. وبيتكلم دوك مع ماكس وبيشكره ان هو انقذ حياته قبل ما يغرق، وبتسرق الحيوانات تاكسي من الشارع وبتهرب بيه علشان يقدروا ان هم يرجعوا لبيوتهم مرة تانية. وبيعترف ماكس الجادجت ان هو بيحبها فبتفرح جدا، وبيروح سنو بوي علشان ينزل مرة تانية لمواسير المجاري، ولكن فجأة بتيجي بنت صغيرة وبتاخده عشان تربيه، وبيكون طبعا مبسوط ان هو مش هيكون من حيوانات الشوارع مرة تانية. وبس كده، لحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة، تفعل زرار الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وسلام.